اهلا بيكم معايا في برنامج سنجاري، برنامج المأكولات البحرية. واحنا اتفقنا مع بعض ان انا هجيب لكم كل الوصفات الجديدة في عالم البحار. النهاردة جايبة لكم وصفة حلوة قوي، هي السمك الهامور. السمك الهامور من الاسماك المفيدة جدا والجميلة جدا، لكن احنا زي ما تعودنا دايما بناكل مجموعة اسماك زي البولتي والسردين والتعابين، فقلت اعمل لكم وصفة جديدة تغيروا بيها وصفات، غير ان احنا بس كل اللي بنعمله في السمك ان احنا نقليه. النهارده معانا مقادير السمك الهامور بالبطاطس في الفرن. سمك الهامور دي بتبقى حسب الوزن، ممكن تبقى اقل حاجه كيلو ونص او 2 كيلو حسب عدد افراد الاسره. بالنسبه للسمكه بتاعتي النهارده بيتهيألي انها تكفي 4، تبقى كويسه جدا لاربع افراد. معانا السمك الهامور، معانا شبت، بقدونس، كزبره، معانا بصل اخضر العامل الاساسي في كل انواع السمك، معايا النهارده في الوصفه الليمون المخلل. والليمون المخلل يا جماعه احنا في الوصفات المصريه خدناه من بلاد المغرب، هم اكتر ناس بيحطوا ليمون مخلل في كل الوصفات بتاعتهم، لكنه كمان بيخلي طعم الاكل جميل ان شاء الله تعجبكم. معايا توم، معايا هنا البودر بتاع السمك، بهار السمك المخلوط اللي بنجيبه دايما زي ما قلت لكم، بنجيب بهار السمك هو بيبقى معمول على بعض. معايا زعتر ناشف، قرنفل، كبابه صيني، توم، شرايح ليمون وشرايح فلفل وطماطم، دي بس للتزيين. ومعايا بصلتين كبار متقطعين شرايح، وانا بحب احط البطاطس، بحس كده ان ايه عملت وجبه، يعني انا ممكن لما اعمل الصينيه دي مع البطاطس ابقى مش محتاجه اعمل جنبها حاجه. يلا ان شاء الله كده نبتدي. اول حاجه هنعملها هنعمل التتبيله بتاعه السمك. خلينا نتفق ان السمك عشان يبقى طعمه حلو لازم نعمل له تتبيله ونتبل بيها السمك ونسيبه فيها شويه. نلبس الجلافز بتاع عمليه التتبيل. انا هحط كل حاجه معايا واروح بيها عند الخلاط عشان ما افضلش رايحه جايه. طيب هنحط الثوم، هنحط هنا بهارات السمك، الزعتر الناشف، وهنحط هنا القرنفل، هحط الكبابة الصيني شوية، ده جنزبيل طازة أنا مقطعه. طعم الجنزبيل رائع مع السمك، وتفاعل الجنزبيل الطازة مع السمك فايدته هايلة يا جماعة. طبعا الشبت والبقدونس والكزبرة وكمان هنحط البصل الأخضر المتقطع هنضيف الليمون مش كله علشان انا هرجع اتبل السمكه بليمون الاول. اتفقنا كده كله تمام. في حاجه واحده بس هعملها ان انا هقطع الليمون قدامكم ونخلي السمكه كده جنبنا احسن تنزل تاني البحر وتهرب مننا. انا عايزه اقطع الليمون تمام، اشيل منه كل يعني عايزه اشيل منه البذر، مش عايزه البذر، مش عايزه يبقى فيه بذر في ال، عايزه قلب الليمون هو ده اللي بيدينا الطعم. احنا كده كل اللي بنعمله ان احنا بنشيل البذر بتاع الليمون ونحط هنا عشان نروح نخلطهم مع بعض. انا كل اللي محتاجاه بالظبط كده، احنا البصل هنخليه جنبنا هنا علشان هنبتدي نشتغل في الصينية بتاعتنا. همسح كده وانا محتاجة ممكن ليمونة كمان بس. يبقى احنا بنقطع الليمون نشيل منه البذر ونقطعها حتت صغيرة عشان هي كده كده هتتفرم، ونبقى حذرين في الملح بقى لان احنا حاطين ليمون مخلل،
فطبعا يا جماعه الليمون المخلل يبقى خلاص كده كميه الملح الى حد كبير مظبوطه. احنا كده خلصنا اول حاجه، حطينا ايه مع بعض، نراجع مع بعض وانا بكمل. هزود طبعا اهم حاجه شويه الزيت عاديين وزيت زيتون اساسي في كل الاكلات. هحط زي ما اتفقنا معلقه صغيره جدا ملح، صغيره جدا، وهنحط الكمون معلقه صغيره كمون، كزبره ناشفه، ونبقى فاهمين ان الكزبره والكمون حبايب السمك وحبايب انا كمان. كنا امبارح بنتكلم على الطاقات الايجابيه، عايزين كده دايما كل ما نقوم من النوم اول ما نصحى اول حاجه نعملها نشكر ربنا ان احنا قادرين نقوم من على السرير ونتحرك ونروح شغلنا. عندنا نعم كتيره جدا جدا الحمد لله عليها، فالكلام ده بيدينا طاقه ايجابيه كده نبدا اليوم بيوم سعيد ان شاء الله. هنقلب المقادير بتاعتنا. قلبنا ايه بقى للناس اللي لسه منضمه للبرنامج شايفاهم؟ حطيت بصل اخضر، حطيت ثوم، حطيت كبابه صيني، حطيت كمون وكزبره ومعلقه صغيره ملح، حطيت ليمونتين مخللين، وقلت لكم ان الليمون المخلل ده احنا سالفينه من الناس بتوع المغرب وتونس حبايبنا يعني، وقطعتهم وطلعت منهم البذر بتاعهم كلهم هخلطهم، وهي دي الخلطه السحريه اللي هنعمل بيها ايه؟ هنتبل بيها السمك بتاعنا. انا محتاجه معلقه انزل بيها الخلطه جوه ال كل ده مش هياخد مننا وقت، هنعمله زي يبقى معجون كده يعني هتشوفوه دلوقتي حالا. احنا كده كان نزلنا الخلطه كلها وحطينا الثوم، طبعا ما نقدرش نعمل اي حاجه فيها سمك من غير ثوم. تمام تمام هنخلط مع بعض. انا بضطر اسكت عشان صوت الخلاط بيبقى عالي فصوتي ما بيطلعش. وبرده لما نلاقي ايه الخلطه ما اشتغلتش هنزود، هي كتيره على هنزود شويه زيت ونضرب. بنوصل بالخليط بتاعنا انه يبقى زي معجون كده سايل. خلاص بس ناخده جنبنا، وهناخد السمكه بتاعتنا حبيبتنا جنبنا برضو. وهنعمل حاجه مهمه عشان نكسب وقت، هنفتح نسخن كده، خلينا نستخدم دي افضل. هنحط الزيت، الزيت ده هنعمل فيه ايه؟ هندي البصله دي سوتيه. احنا بالنسبه لنا نعتبر خلصنا كل حاجه. انا هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه في السمكه؟ بحب انا افتح السمكه
طب نجيب السكينة رفيعة أفضل. بفتح كده 3 فتحات في السمكة علشان أضمن إن التتبيلة بتاعتنا تدخل تتشرب جوه السمكة وتديها الطعم الجميل اللي احنا هناكله بيه. خلاص احنا بقى ايه هنعمل؟ ايه هنعمل كده بايدينا كده، هنحط من بره، ونحاول ندخل كده جوه فتحات السمك اللي احنا عملناها. هنحشي السمكة من جوه طبعا. على قد ما اقدر هحط من بره كل السمكة، وهنفتح هنا برضو. احنا كده تبلنا السمكة بتاعتنا، تبلناها بايه زي ما اتفقنا، شبت وبقدونس وكزبرة وثوم، حطينا توابل كبابة صيني، ليمون، دي الحاجة الجديدة اللي انا ضفتها، الليمون المخلل اللي بيخلي طعم السمكة دي تحفة. هنسيبها جنبنا، نخلي ده جنبنا عشان احنا محتاجينه تاني. حط البصل، احنا هنسيب دي بتتبل كده لوحدها شوية، وهنرش عليها شوية ليمون عشان نضمن ان كل البهارات وكل الحاجات الجميلة السمكة هتمتصها. هنقلب السمك البصل معانا. احنا فاضل لنا بالظبط هنحمر البصل، هنضيف على البصل ده بقية الصوص الجميل اللي احنا عاملينه عشان خسارة وعشان هيختلف في طعم السمكة. هنزود بقية كل الصوص ده، هننزله بعد ما البصلة لونها يغير، ونحط نرص بقى البصل فوقيه البطاطس، وبعدين نحط السمكية ونقفلها وندخلها الفرن. دلوقتي البصل هيحمر، واحنا كمان هنطلع فاصل ونرجع تاني.